أنت رهن الاعتقال، أي شيء تقوله سيستخدم ضدك في المحكمة. لقد حاول سرقة مجوهراتي ثم سحب شعري، كان ذلك فظيعاً. لكن ما الذي حدث حقاً؟ بلوزتي! لحظة، سأعطيك بلوزتي، سامحيني. انتظري، أنت وحش، خذيه. لا بأس بها، لكن حاول إبراز فكة. الإضاءة رائعة هنا. استمتعي بيومك يا ابنتي الغالية. وداعا يا أبي. وأخيرا حان وقت اللعب. ماذا تفعلين؟ هذه ليست ملابسي. هل هذا غذائي؟ يبدو غريبا. كنت أنسى، خذ. جيد، أحتاج هذا العود. كان عالقا في أسناني. لكن لحظة، لم أنتهي بعد. هذا مقزز. سلامي، أنا أحبه. ما الذي يجري؟ لن تأكلها في أحلامك. لكن شطيرتي، هذه أداة أفضل. العفو، سأخيط هذا الشق، لا يحتاج سوى بضع غرز. لا أصدق رد فعله. سأريك الطريقة الصحيحة. استخدم الأداة لقص الشكل. يمكنني فعل ذلك، أنا أقوم بعمل جيد، انظري. هذه المهمة في غاية السهولة. لن أدعه يربح. يا للهول، هذه اللعبة بسيطة. الضغط عالي. نجحت، لقد فعلتها. لحظة، لا، لا أصدق أن هذا يحدث. قطعتي الفنية. من طلب فطيرة؟ لحظة، شطيرتي. لم أتوقع حدوث هذا. لا يهم، هذا أسوأ يوم في حياتي. سأحرس السجن يا أبي، لكن بطريقتي الخاصة. هذا أفضل. ارفع يديك، حان وقت الاحتفال. ماذا؟ لماذا أنت واقف؟ ارقص. عجل وتوقف. انطلق، حرك جسمك، هيا. توقف. جيد، عود الآن للرقص. هذه الحركات مبهرة. هل يتحرك؟ سأتحقق بنفسي، سأدغدغك بالريشة. لا شيء. ماذا عن هذا؟ هل تريد حك أنفك؟ سأستخدم شيئا أكبر، أليس هذا مزعجا؟ هيا. بيضة، هذا مثير للاشمئزاز. لقد تحركت. عقب حالا. لحظة، أي شيء إلا وجهي. محاولة جيدة، لكن سأبللك رغم ذلك. هذه المياه باردة. وجدتها. أبي، طلبات ابنتي أوامر. أنت، ادخل تلك الفتحة حالاً. فتحة؟ متى ظهرت؟ داخلها. هذا غريب، لكن حسناً، إنها مظلمة. حان وقت المرح،
أهلا يا سجين. حان وقت تصعيب اللعبة، هل تشعر بالحر؟ أو الجو حار هنا، أنا أشتعل. أو الحر لا يطاق. لماذا أصبح جو شديد البرودة الآن؟ كم هذا ممتع. أو لحظة، ألا هذا الثعبان حقيقي؟ هذا مضحك، حان وقت اللعب الحقيقي. ما هذا الصوت؟ ما هذا؟ رد فعله مضحك. متى سينتهي هذا النفق؟ لحظة، وجدت النهاية أخيراً. هل يغادر السجن؟ لحظة، لقد عدت لزنزانتي، كانت مجرد لوحة. كما أكره هذا المكان. مرحبا أيها الأمير النائم، هل ترى أحلاما سعيدة؟ استيقظ. لا تتركني في حالي أبدا. ها؟ مهلا، أين ذهب؟ هذا غريب. بو! يا إلهي، هذا مخيف. لا تغضبي، كانت مجرد مزحة. أشعر بالغضب. ماذا الآن؟ هاو، كوب ماء؟ لدي فكرة. ما الذي تخطط له؟ هل تظن أنك ماكر؟ ماذا؟ ستمطر المشكلات عليك. جهز مظلتك. ماذا؟ حان وقت الجزء الثاني. آسفة يا أبي. فكر بسرعة. أوه، ماذا حدث؟ هي الفاعلة. أنا مبللة تماما. أنت، سأعاقبك. لم ينضف بعد. أشعر أني سأصاب بالحول هنا. أوه، أنا أكره مسح الأرضية، خاصة في الأماكن الكبيرة. أظن أنك نسيت مسح بقعة. أوه، استمتع بالتنظيف. أوه، لقد أنقذني. ها، إنك جميلتان. أوه، العفو. أوه، أنا أحب وظيفتي، ابنتي الوحيدة هي كل حياتي، وسأفعل المستحيل لحمايتها. هذا اليوم ممل. على الأقل هناك منظر ممتع أمامي، إنه يتمرن منذ مدة طويلة. أنا أراقبه بالنيابة عنك. كلا، عيناي علي. أوليفيا، لا تقولي أنك معجبة بهذا السجين، إنه مجرم. ماذا قلت؟ سأتولى المهمة. مدان يا أبي، نسيتها. يمكنني الجلوس هنا طوال اليوم. أجمل عضلات بطنه. إنه يتصبب عرقان، سأسرح بخيالي. هيا يا قطة، أنقذتك أخيرا. أوه، دعني أحملها أرجوك. على الرحب والسعة. سأغادر السيارة. ألا ترتدين حزام الأمان؟ لن تخالفي القانون أمام ناظري. العفو، استمتعي بيومك. سأساعدك. لكني عبرت الشارع للتو. يا إلهي، أنا مضطرة لعبوره مرة أخرى. يا له من شاب لطيف. أي، ما الذي يفعله هناك؟ أزلتها أخيرا. هذا مبهر، سأضعها هنا. حسنا، حان دور قدمي. حان وقت قص أظافر قدمي. سأقلده. ما رأيك؟ حان وقت الباديكير. بعناية. أو نعم، إنها تتطاير. وأظافري المقصوصة أيضاً. هذا رائع. واو، لم أعد أستطيع التحمل. وأنا كذلك. أظن أنني وقعت في حبك، لكن ماذا عن هذه القضبان؟ أمل أن يكون المفتاح هنا. كلا، لا شيء سيمنعني عنك، ولا حتى الحديد. أوه، وكانت هذه بداية قصة حبنا.
نجح ليو في تغيير حياته للأفضل. تقرير الشرطة مثالي يا عزيزي. هل ستتسلى قليلاً مثل أوليفيا لو كان والدك يدير سجنه الخاص؟ شارك هذا الفيديو مع أصدقائك لرسم الضحكة على وجوههم، واشترك في قناتنا حتى لا تفوتك مستجداتنا.